المحطه ديت اسمها محطه العسلوجي، تم عمل توسعه ليها من 80,000 متر مكعب يوم الى 92,000 متر مكعب في اليوم لاستيعاب الزياده السكانيه ولاستيعاب القرى الجديده اللي تم ادخالها في خدمه الصرف الصحي. الحمد لله تم ادخال 6 قرى ام كبار على المحطه، وان شاء الله جاري استكمال التوابع لهذه القرى بحيث ان هو يتم توصيل الخدمه لاكبر عدد من القرى. لنا ان بس للمعلومه نعلم ان حجم القرى او حجم القرى اللي كانت مخدومه قبل 2014 بالصرف الصحي كانت بتمثل 14% من القرى، النهارده احنا تقريبا وصلنا لحوالي 55-60% من القرى تم الانتهاء من توصيل خدمه الصرف الصحي ليهم، وده معناه ان حجم المشروعات اللي تمت مشروعات عملاقه وكبيره، تم الانتهاء من 6 محطات معالجه للصرف الصحي داخل محافظه الشرقيه بتكلفه اكثر من 4.5 مليار جنيه خلال العشر سنوات السابقه. في عندنا محطتين عملاقتين، في محطه قمطير في فاووس، ودي محطه كبيره تم الانتهاء منها بتكلفه حوالي 220 مليون جنيه وبتعمل حوالي 10,000 متر مكعب في اليوم، بجانب محطه الصوالح ودي احد المحطات الكبيره المرحله الاولى بتعمل حوالي 22,000 متر مكعب في اليوم.